السادة المشاهدين مساءكم خير وأهلا بحضراتكم في يوم جديد من 90 دقيقة. في حقيقة كده لازم إن احنا يعني نتفق عليها قبل ما نبدأ الكلام أو قبل ما أبدأ كلامي النهاردة. محدش فينا ضد الفن، ومحدش فينا يقدر ينكر طبعا دور الفن وتأثيره على العقول والمجتمعات، وبرضه مفيش حد طبعا عاقل ضد التطور واستخدام أدوات ووسائل عرض جديدة في عالم الفن. بس برضه مفيش حد عاقل ممكن يقف قدام اللي بتعرضه واللي بتنتجه منصة زي نتفليكس من غير ما يسأل نفسه، هي يا جماعة يعني حقيقي أنا بقعد أتفرج على نتفليكس بقعد أقول هما الناس دي عايزين مننا إيه؟ هي الناس دي عايزة من البلاد العربية إيه؟ الناس دي عاوزة تزرع إيه في عقول ولادنا؟ وأنا الحقيقة بعتبر دي بالنسبة ليا أسئلة وجودية، في أسئلة وجودية. الناس دي بتنتج بكثافة زي مثلا بتنتج أفلام كتير قوي، بتنتج مسلسلات كتير جدا وبفلوس كتير، لأني بلاقي وبلاقي يعني في الآخر هدفها إنها يعني تعمل إيه بقى في الآخر، يعني هي عايزين يعملوا إيه في مجتمعاتنا. بلاقي إنه النتيجة بعد لما بشوف إنه الناس دي الحقيقة مصممة على قضايا معينة. ركزوا وطبقوا وشوفوا كلامي صح ولا لأ، وأكيد السادة المشاهدين في ناس كتير فيكم بتتفرج على نتفليكس. الناس دي يا جماعة مصممة على قضايا معينة وظواهر معينة، وبتعرض مسلسلات وأفلام ووثائقيات بتروج ليها وتناقشها بإلحاح. ليه؟ 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 إشمعنى؟ يعني كل الأسئلة دي مشروعة اللي أنا بسألها، كلها أسئلة من حقنا إحنا كمجتمع عربي إن إحنا نسألها. مش فوبيا ومش خوف من الفن على فكرة، ولا معناها إننا ضد الفن بأشكاله المختلفة، بس زي مثلا ما منصة نتفليكس وغيرها من حقها تنتج المحتوى بتاعها، ودي الحرية والكلام الجميل ده كله، احنا كمان من حقنا اننا نسأل عشان نفهم. انتج، اعرض لي، بس انا ممكن اسأل، من حقي ان انا اسأل، من حقي ان انا افهم، عشان الأسئلة دي هتفهمني وعلشان هحافظ بأجوبتها على مجتمعنا وعلى أولادنا في الآخر. يعني من حقنا نسأل عشان نلاقي طريقة إن احنا ننقذ بيها أولادنا من عملية غسيل مخ جديدة بتحصل من خلال المحتوى المعروض على نتفليكس وغيره. كل الأسئلة دي وأكتر بتدور الحقيقة في دماغي بقالي فترة، من ساعة ما شفت كمان خصوصا يعني مقال منشور في موقع جريدة الوطن. كالعادة وأنا بحضر بحب أتصفح دايما، ألف زي ما بيقولوا للحلقة وبشوف الدنيا فيها إيه. لقيت الحقيقة مقال مميز وهايل ومكتوب بعناية وشطارة، مقال عنوانه لماذا ترفض نتفليكس الرد على أسئلتي. المقال ده كتبه الصحفي لطفي سلمان، اللي حقيقي أنا بشكره وبشكره جدا على الفكرة الحلوة والكتابة الحلوة
والمضمون اللي وصل لي قصة المقال يعني نفسها عجبتني. الزميل لطفي سلمان بيمارس دوره الصحفي، ده صحفي من حقه، عنده نفس الأسئلة المشروعة حوالين توجهات نتفليكس وعلامات الاستفهام اللي على إنتاجها، سواء محتوى ليه علاقة يعني ببعض السلوكيات الجنسية وتوجهات سياسية داعمة للروايات الإسرائيلية وتفاصيل تانية كتير الحقيقة. فهو بقى بيحكي في مقاله إنه هو إزاي إنه حاول يتواصل مع إدارة المنصة اللي كل رد ليه بخصوص المحتوى اللي كان بيسأل عنه أو اللي بيسأل عن اللي بتنتجه بيكون كلام عن، يعني هم دايما بيروجوا لنفسهم بيقولوا إحنا عندنا حرية وإبداع وفكر وحق كل شخص في طرح الأسئلة والآراء وكلام من ده كتير. بس الصدمة بقى إنه اللي كشفها الزميل الصحفي في مقاله إنه إدارة منصة نتفليكس اللي بتتكلم بقى عن الحرية والفكر والإبداع وكل الكلام اللي يعني مجرد كلام الجميل الحلو ده، مارست ديكتاتورية غريبة ورفضت وتهربت من الرد على أسئلته. ودي حاجة الحقيقة في حد ذاتها أنا شايفاها فضيحة كبيرة. ليه؟ لأنه عار إنك تتكلم باسم الحرية والشفافية والإبداع وإنت تتهرب من الرد على أسئلة وترفض مناقشة الآراء المختلفة معاك. منين إنت بتتكلم عن الحرية والإبداع والفكر ومش عارف إيه وإنت تيجي إن أنا عايزة أتناقش معاك إنت تحجر عليا وتقولي إنت مش من حقك تسأل؟ يبقى إنتوا بقى يا بتوع نتفليكس على راسكم بطحة، صح ولا لأ؟ ده اللي أنا أعرفه. طالما في سكوت وما فيش رد على الأسئلة يبقى النتيجة هي الهروب. طالما حط راسه في الأرض يبقى على راسه بطحة، وده اللي عملته نتفليكس الحقيقة. الحقيقة قبل ما أكلمكم على اللي مكتوب في المقال، يعني أنا عايزة بس نقف عند حكاية اللعب في العقول دي، عايزين نقف عندها عشان محدش يفتكر إن أنا ببالغ. الفن من أهم الأسلحة زي ما قلنا، هو مش مجرد يعني لعبة ترفيه ولا لعبة تسلية. وخلونا نتفق كمان إنه نتفليكس شئنا أم أبينا بقت من أهم المنصات اللي موجودة في العالم وتأثيرها في الوطن العربي وفي مصر كبير. لكن اللي بتقدمه مريب وغريب وخطير وخطير. ما هو الإصرار طوال الوقت على تقديم أفلام ومسلسلات بكل لغات العالم محورها الرئيسي هو العنوان الشذوذ الجنسي والأبطال مثليين وتقديم المثلي على إنه الشخص العظيم الرائع صاحب كل الحلول وتقديم المثلية وكأنه شيء عادي، اللي يرفضه أو اللي ضده يبقى هو اللي مش عادي ويبقى هو اللي متخلف وقاتل ورجعي. بقى طبيعي جدا في نتفليكس كل الأفلام أو المسلسلات مفيش حلقة إلا لازم يطلع فيها ترويج عن الشذوذ الجنسي، يا اتنين ستات يا اتنين رجالة يا مش عارف إيه، كله قرف في قرف. ده كلام مش طبيعي وده كلام
مش عادي، ولا ده مجتمع ينفع. يعني هو ايه يا جماعه، في مثل بيقول لك احنا سكتنا له دخل بحماره، يعني كمان عايز تروج ليه؟ ليه؟ ليه كل عمل انا اقعد اتفرج اشوفه لازم الاقي ترويج للشخصيه المثليه؟ ليه؟ وانا شايفه ان ده منهج يعني لنشر فكره وتعميقها وزرعها في عقول ولادنا. ما هو الإصرار طول الوقت على تقديم الرواية الإسرائيلية في كل الأفلام والوثائقيات على إنها الرواية الصحيحة والمعتمدة، واللعب في التاريخ وتقديمه من وجهة نظر واحدة؟ يعني ده بيوصل لتغيير حقائق تاريخية زي مثلا انتصار أكتوبر. ده مش طبيعي ومش مجرد عمل فني أو محتوى وثائقي، لأنه بيقدم دايما وجهة نظر واحدة، فيبقى ده منهج اللي هو إيه؟ الإصرار على تقديم محتوى باللغة العربية على نتفليكس عن مجتمع عربي أو مصري غرقان في سهر وشرب وعلاقات مفتوحة من غير ما اروح لأي صور تانية إيجابية، بس الناحية السلبية في نفس المجتمع. مش صدفة ولا مجرد عمل إبداعي، ده على فكرة ده إصرار على ترويج أفكار معينة بتهدم المجتمع ده وتغير تركيبته. حتى في المسلسل الأخير على فكرة اللي هو بتاع البحث عن علا، أنا اتفرجت عليه، هو باين من بره إن هو مسلسل كوميدي، إنك أنت يعني الفكر بتاعه إنك تكون فرحان بفكرة الطلاق، والترويج إنك تبقى أصل أنت يعني أنت بتروج لما تجيب إنه في حدث معين حدث وأنت نجحت فيه، صح؟ ده يبقى معناها إيه؟ معناها ايه؟ ردوا عليا، انك بتروج له وان هو ده النتيجة اللي انت عايز توصلها للناس، صح ولا لا؟ والترويج انك تبقى شخص بتتصرف دايما بشكل فردي وانانية، وانه عادي جدا انه الاسر يحصل طلاق وانفصال وتفكك، والاب يعني اللي بيتخلى عن بيته عشان عاوز انه هو يطلق وعايز يعيش حياته، والام تتطلق وهي بتحبه واتضايقت وتعذبت، بس بقى فجأة بقى كده مرة واحدة أول ما اتطلقت وكانت هي خايفة من الطلاق، قام بقى حياتها كلها بتدور حوالين بدل رقص وتاتو وسهر، وكأني بشجع على إيه؟ إنه الست لما تتطلق تروح بقى تنحرف وتنطلق، وإنه الحياة حلوة، وأشجع أي اتنين عايزين ينفصلوا انفصلوا، الحياة حلوة. هو راح عرف واحدة وصاحب واحدة بنت صغيرة قد بنته، والحياة كانت حلوة وجميلة، وهي راحت لبست بدل رأس وكانت بتسهر مع أصحابها وبتشرب وبتعمل وعرفت واحد صغير قد ولادها هي كمان. ده ملوش علاقة بأداء أبطال العمل، هما في الآخر ممثلين بيقدموا الورق اللي بيتقدم لهم. انت بقى بتشجع على ايه وبتروج لايه وبتلعب في تركيبة المجتمع بالشكل ده ازاي؟ جاوبني وقولي. دي هنا يا جماعة الخطورة اللي بتقدمها نتفليكس، عملية غسيل مخ لجيل جديد ولخراب البيوت. والخطورة إن ده على فكرة مش مجرد عمل درامي اتعمل مرة وفي غيره بأفكار مختلفة، لأ ده الخطورة إنه ده منهج. عشان كده كان الزميل الصحفي لطفي سلمان على حق فيما قاله، من حقه يرصد ويقلق ويطرح الأسئلة، شكرا ليك، ومن حقه ياخد إجابات، لكن ما حصلش. الأستاذ لطفي بيقول في مقاله إنه حاولت إني أعرف زي أي صحفي في العالم
إني عايز الحقيقة للجمهور يردوا على أسئلتي. فتواصل مع الشركة، مع شركة نتفليكس من خلال الناس اللي بتمثل الشركة في مصر. في الأول رحبوا بيه، ما هم مش عارفين بقى هو عايز إيه. أهلا بيك، طلباتك إيه؟ إداهم أسئلته، جاله بقى رد. الرد اللي كان غريب، قالوا له احنا ما بنعملش حوارات صحفية. تمام. وقالوا له مش هنجاوب، احنا بنطلع بيانات. ودي الحقيقة إجابة غريبة من منصة بقى بتتكلم عن الحرية والإبداع والشفافية. منين انتوا عايزين الحرية والإبداع وبتتكلموا ان ده حرية وانتوا عندكم تعنت وانكم مش عايزين تردوا ولا تفسروا اي حاجة؟ وخصوصا انه الاسئلة اللي الصحفي زميلي سألها اسئلة طبيعية ومشروعة جدا، زي مثلا الاسئلة اللي سألها: هل مثلا فيلم اصحاب ولا اعز بيمثل القيم الأخلاقية العربية من وجهة نظر الشبكة؟ إيه رأيكم في السؤال الحلو ده؟ تفتكروا الشركة ممكن ترد عليه؟ ما ردتش عليه. السؤال التاني: إزاي بيتم اختيار أبطال أو تم اختيار أبطال وأوها ما هي المعايير في اختيار أبطال أصحاب ولا أعز؟ السؤال اللي بعد كده اللي سأله لهم: هل تخططوا انكم تنتجوا اعمال فنية زي اصحاب ولا اعز مرة اخرى؟ مفيش اجابة طبعا. هل بتفكروا في رفع الاشتراك في مصر قريب؟ وهنا انتهت الاسئلة. هم كانوا ثلاث اسئلة، كل دي أنا شايفة أنها أسئلة عادية طبيعية مشروعة، فيش منها خوف ولا في منها أزمة، بس نتفليكس خافت ترد. دي علامات استفهام الحقيقة كتيرة، وللأسف لحد دلوقتي برضو مفيش إجابة واضحة عليها، وبنتمنى إن هم يردوا. شايفين معكم مرة أخرى، ونبدأ أخبارنا من وصول السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة البلجيكية بروكسل للمشاركة في الدورة السادسة لقمة المشاركة بين الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي، والتي ستعقد على مدار يومين 17 و18 فبراير بمقر الاتحاد الأوروبي. السفير بسام رادي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية قال إن القمة الإفريقية الأوروبية تعقد هذا العام تحت عنوان إفريقيا وأوروبا، قارتان برؤية مشتركة حتى 2030. نتابع تقرير عن وصول الرئيس للعاصمة البلجيكية. غادر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أرض الوطن متوجها إلى العاصمة البلجيكية بروكسل لحضور قمة الاتحاد الأوروبي والإفريقي، وذلك لتعزيز أطر الشراكة بينهما ودعم التعاون الاقتصادي ومواجهة جائحة كورونا. حيث تستضيف العاصمة البلجيكية بروكسل القمة السادسة بين الاتحادين الأوروبي والإفريقي، ويسعى الاتحاد الأوروبي من خلال القمة إلى دعم التنمية الاجتماعية والإنسانية وقضايا الصحة والتعليم في القارة الإفريقية بهدف تعزيز الاستقرار بالقارة.
ولدى وصول سيادته مطار بروكسل الدولي، كان في استقبال سيادته كبار رجال الدولة في بلجيكا وأعضاء السفارة المصرية في بروكسل. وكذا الجالية المصرية. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. الخبر اللي معانا دلوقتي مرتبط بمؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول ايجيبس 22 اللي كنا كلمنا عنه امبارح واللي عرضته على سيادتكم وعرضت تفاصيله كاملة. النهاردة حصل تطور مهم نقدر نقول انه يعني نتيجة ايجابية قوية للمؤتمر في يومه الثاني. المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية والفريق عبد المنعم الطراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع وقعوا مذكرة تفاهم بين الهيئة المصرية العامة للبترول لتصنيع وعمرة وصيانة التوربينات. المهندس طارق الملا وزير البترول قال إن الهيئة العربية للتصنيع ظهير صناعي متميز للدولة في تنفيذ مختلف المشروعات الصناعية والاقتصادية التنموية. طيب دلوقتي هنشوف تقرير عن استقبال مركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون وفد من أعضاء اللجنة العليا للإصلاح التشريعي والأمانة الفنية بوزارة العدل. تتواصل الأصداء الإيجابية لإنشاء مراكز الإصلاح والتأهيل كتجربة إنسانية فريدة تراعي حق النزلاء وتقوم سلوكياتهم وتؤهلهم على أسس علمية. فقد استقبل مركز الإصلاح والتأهيل وادي النطرون وفدا من اللجنة العليا للإصلاح التشريعي والأمانة الفنية بوزارة العدل لمشاهدة مرافقه المختلفة. أكثر ما يحتاجه النزيل أثناء قضاء فترة العقوبة هي رعاية طبية لائقة، فالمركز هنا به مركز طبي متطور يوفر لهم رعاية طبية فائقة بتجهيزاته المتطورة التي اطلع عليها الحضور. النهاردة في حالة انبهار كامل، لأنه ما قدم لينا من الإعلام شيء والواقع اللي احنا لمسناه النهارده بشكل يعني ملامس طبيعي، يعني امر مختلف تماما جدا جدا جدا. شو يعني جهد مشكور للسيد وزير الداخليه ووزاره الداخليه والمجتمع كلها في قطاع الحمايه المجتمعيه. انشاء المركز واكبه تطويرا في برامج التاهيل والاصلاح التي وضعها الخبراء والمختصون لتقويم سلوكيات النزلاء واثقال مهاراتهم الفنيه المتنوعه والحرفيه، جنبا الى جنب مع اكسابهم مهارات حرفيه في الورش المختلفه داخل المركز، حيث قام الوفد بجوله لمعرفه التطبيق العملي لتلك البرامج التي تسهم في الارتقاء بمهارات وسلوكيات وثقافه النزلاء لمساعدتهم في الاندماج في المجتمع عقب الافراج عنهم. هذا الصرح طبعا شيء يستحق التوقف والتقدير والإعجاب، أن يتم كل هذا في هذه المدة القياسية. الملحوظة الثانية أن احنا بهذا المركز وبحكم تخصص العلمي كأستاذ القانون الجنائي فيها تدشين لمفهوم جديد للفكر العقابي في مرحلة تنفيذ العقوبة. وقد شاهد الحضور منطقة الزراعات والإنتاج الداجني والحيواني ومنتجاتها التي يتم عرضها عبر منافذ مجهزة بجوار المركز وتتسم بجودة عالية. هذا التطور الجديد الذي نعيشه على أرض مصر، مصر الجديدة، والذي يعكس لمسة حضارية وإنسانية، من حق مصر أن تفاخر بها وأن تباهي العالم بهذا الإنجاز الحضاري. وتبقى مراكز الإصلاح والتأهيل التي أنشأتها وزارة الداخلية وضم قاعات محاكمة متطورة منظومة متكاملة حديثة للإصلاح والتأهيل وفقا لأعلى المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وبما يتيح للمفرج عنهم فرصة جديدة للحياة.
مشاهدينا أهلا بيكم مرة تانية. عايزة أقول لكم أنه الحقيقة ما زالت برضو الكورونا واخدة الحقيقة يعني حيز كبير من اهتمام العالم كله، سواء جوه مصر أو بره مصر، في الدنيا كلها الحقيقة ما زالت مهتمة، لأنه الموضوع ما زال لسه مستمر وما بينتهيش. والحقيقة زي مثلا امبارح احنا كنا بنتكلم مثلا مع الدكتور فؤاد عودة رئيس الرابطة الطبية الشرق أوسطية، كان بنكلمه هو في إيطاليا، كنا بنتكلم عن متلازمة ما بعد كورونا، وكنا بنقول انه الحقيقة انه ناس كتير يعني انا منهم بتشتكي من ما يعني بعد كورونا، من بعد التعافي، انه كتير مننا عنده الحقيقة يعني إجهاد، تعب في التنفس، ضربات قلب سريعة. أنا بقى يعني أنا هحكي لكم عن تجربتي الشخصية. أنا جالي الدور مش أوميكرون زي ما قالوا، يعني أنا ما جانيش الخمس أيام اللي قالوا عليهم دول، ده أنا جالي 15، مش خمسة، 15 حقيقي، وجيب مش خفيف، جه شديد جدا 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 حقيقي، كان تعب. الحمد لله اللي ربنا يعني نجاني. والفرق بقى بين قبل وبعد، يعني انا الحقيقه ما عرفتش الحاجات دي غير بعد ما ابتديت اعمل سيرش عشان اشوف هو انا الاعراض اللي عندي دي تبع ايه العلاقه، في ايه مشكلتي، ايه فين. فلقيت انه من ضمن الحاجات انه كل يوم بتصاب فيه بكورونا هو بسنه عمريه في حياتك انت كبرتها. يعني انت مثلا جات لك الدور خمس ايام يبقى انت كبرت خمس سنين، جات لك 15 يوم يبقى انت كبرت 15 سنه. المهم قبل ما اكمل لكم في حاجه بقى مهمه عايزه اقول لكم عليها، يعني انه الدكتور هاني الناظر استشاري الامراض الجلديه استشاري الامراض الجلديه، والحقيقه من اشهر الاطباء في مصر، وانا بكنله كل احترام، لان انا اعرف ناس كتير الحقيقه مرضى كانوا مصابين واتعالجوا على ايديه الحقيقه، وهو يعني حد كمان انسان، وده مهم جدا الطبيب يكون انسان. المهم انه الدكتور هاني الناظر اصيب بفيروس كورونا، والحقيقه كنا كلنا مهتمين ان احنا نسال عن صحته ونتابعه. لما يكون طبيب مصري بهذه الأهمية لازم ان احنا نعرف اخباره ونطمن عليه. اللي قلق الناس كمان انه الدكتور هاني الناظر بعد ما اصيب الحقيقة وكان بياخد العلاج في بيته، يعني حالته تدهورت ودخل المستشفى، وعلى برضو حد علمي انه بعد ما دخل المستشفى تقريبا انه يعني اتحسن شوية وهو في البيت دلوقتي. هل هو تعافى تماما؟ لم يتعافى تماما، نزل شغله، لسه ما نزلش شغله، خد الدور ازاي وهو في العياده، وحصل ايه؟ هل حد من المرضى نقله له؟ هو مر بهذه التجربه ازاي وحصل له ايه؟ كل ده هنعرفه منه شخصيا. انا معايا على التليفون دكتور هاني الناظر. اهلا بيك يا دكتور، منورنا في 90 دقيقه والف سلام عليك. اهلا بك يا دوره بسمة، بشكرك جدا، وعلى فكره انا بشكرك شكر خاص لانك انت فعلا كنت بتسالي دايما عليا. من قلبي يا دكتور بكن لك كل احترام وفخوره بيك، طبيب مصري الحقيقه يعني بهذه المهاره والانسانيه، فطبعا تستاهل يعني الواحد يحبك ويسال عنك. ربنا يبارك في حضرتك، الف شكر. احكي لنا الاول يا دكتور الدور جالك ازاي؟ هو الحقيقه طبعا انا من اكثر الناس حرصا. اكيد. وانت عارفه وانا دايما باخد الادوات الاحترازيه، لكن مشكلتنا احنا كاطباء طبعا بنتعرض بشكل غير عادي للاصابه، مش زي المواطن العادي، لان انا يوميا بتعامل مع مرضى من كل حته في مصر، وطبعا بتبقى اعداد كبيره، فالاحتمال كبير. فطبعا من المؤكد ان انا خدت الفيروس من العمل، والحمد لله بس طبعا كان يعني الاصابه كانت شديده. وحضرتك كنت بتتبع الاجراءات الاحترازيه بشده ولا تهونت فجات لك؟
ما فيش تهاون خالص يعني ابدا. انا بالذات ما فيش تهاون خالص، بس طبعا انت عارفه وارد، لان حاجه لمست ايد وانا بكشف على مريض جت كده لازم تكون جت كده الحمد لله. طبعا الاصابه كانت بدلتا مش اوميكرون، عشان كده كانت الاصابه شديده. انا الاول طبعا بدلتا كان ايه الاعراض بقى اللي يعني ظهرت؟ اول يوم يعني انا اول يوم انا رجعت من شغلي عادي ثاني يوم خميس ابتديت ان انا حاسس ان انا عارف الواحد مش مظبوط يعني اوجاع جسمي كله مكسر صداع شديد مش طبيعتي مش قادر اتحرك. كان عندي نوع من غمامان النفس جامد وبعدين ابتدى يبقى في حراره انا على طول يعني شكيت يعني بدون تردد. هل عرفت بقى على طول يا دكتور هاني انك انت اخذتها؟ عملت التحليل على طول وطلعت من اول مره؟ طلعت بوزيتيف على طول ايجابي. حضرتك كنت واخد اللقاح؟ ايوه مرتين الاثنين. ما اخذتش التنشيطيه ميعادها لسه ما جاش. ما كانش ميعادها جه. طيب وبعدين بقى عايز اقول حاجه مهمه. اتفضل. التطعيم في منتهى الاهميه لكنه لا يمنع الاصابه. طبعا. طبعا بس بيقلل الاعراض يعني. بالظبط. عشان كده مثلا كان في اعراض مش موجوده عندي. زي مثلا الكحه الشديده حاجات زي كده. ما فيش حاسه الشم ولا حاسه التذوق كانوا طبيعيين. لما كان التعب الجامد بمرور الايام طبعا التعب بقى يزيد لدرجه ان انا يعني انت عارفه مش قادر اتحرك يعني عايز انام. خمول شديد حاله من الانهاك الشديد. ولكن انا بدات الاقي طبعا في البيت وتحت اشراف الاطباء يعني كتاخيرهم اتعمل مجهود كبير، لكن الحقيقه بعد حوالي 10 ايام فضلت الحرارة مستمرة وبدأت ترتفع. هنا كده هنا كان قرار الأطباء إن أنا ضروري لازم أخش المستشفى. لأن طبعًا المستشفى حاجة والبيت حاجة تانية. طبعًا دخلت المستشفى والحقيقة كل الزملاء كلهم زملائي يعني أطباء وأساتذة يعني عملوا أقصى حاجة يقدروا يعملوها، التحليل كان بيتعمل كل ساعتين ثلاثة مش كل يوم أو كلام من ده. طبعا الارقام كلها كانت ابتدت تبقى ملخبطه. ايوه. دي دايما زي ما انت عارفه. يعني نقدر نقول ان حالتك ساءت بعد اليوم العاشر يا دكتور، المفروض انك تخف. لا يعني الكيرف ابتدى انه يطلع تاني. طبعا في المستشفى طبعا ابتدى يبقى في نظام وفي رغم يعني ان حضرتك كنت بتاخد بروتوكول العلاج من اول يوم. تم تغييره بقى. تمام. بروتوكول اخر غير الاول. والحمد لله مشيت تم عليه. تغيير بروتوكول العلاج بقى. بالظبط. وبدات اخد العلاج ابتدت بقى الحمد لله اثناء وجودي في المستشفى ابتدت الارقام تتحسن تدريجيا. ابتدت الارقام تتظبط. يعني انا عايز اقول للناس ان احد العناصر المهمه جدا في موضوع العلاج شرب الماء. شرب الميه كميات كبيره. ليه اشمعنى يا دكتور؟ عايزين نشرح للناس. الميه حضرتك بتعمل عمليه غسيل للجسم كله، بتخلص الانسان من كل السموم اللي فيه وبتنظف الكلى وبتنشط الدوره الدمويه ومهمه للجهاز المناعي. ايوه. فانا الحقيقه طبعا كنت بشرب ميه كتير مع طبعا العلاجات. استمريت في المستشفى لغايه الحمد لله في اليوم الثامن اتعملت التحليل والحقيقه الارقام يعني بقت كويسه وراجعه طبيعيه. فالفريق الطبي سمح لي ان انا ارجع البيت على استكمل بقيه العلاج في البيت، وانا الحمد لله استكملته. وانا بفضل الله وبفضل دعاء الناس انا الحمد لله احسن. بس انا حاسه ان يعني صوتك فيه حاجه يا دكتور، انت يعني في حاجه في التنفس مثلا في، ولا رجعت طبيعي خلاص زي الاول؟ لا الحمد لله. لا الحمد لله. بس انا في صوتي بح كده بفكر اغني ولا حاجه. يا ليل يا عين.
يا ليل يا عين. هو فعلا التعب ده، الدور ده بيخلينا كلنا نقول يا ليل يا عين. يا ليل يا عين خالص. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. طيب في اي اعراض مستمره مع حضرتك لسه، اللي هي اسمها ما بعد متلازمه يعني طبعاً متلازمه ما بعد كورونا؟ لا يعني انا دلوقتي عايز بعمل يعني برنامج تاهيلي، وانا كدكتور عارف بتعمل ايه، ببدا يعني اتحرك شويه اعمل كده، انما الحمد لله. متلازمه ما بعد كورونا دي على فكره بتختلف على فكره من شخص لشخص، وليها حاجات كتير. يعني احنا عندنا في الامراض الجلديه انا رصدت حاجات كتير ظهرت على جلد الانسان بعد كورونا. حساسيه، سقوط شعر، حاجات زي كده. في ناس بيبقى عندها حاجات بتختلف من واحد لواحد يعني طبعا على حسب طبعا الاصابه وكده. انما الحمد لله. طيب قولي يا دكتور، الذاكره يعني ناس كتير اشتكت انه بعد الاصابه يعني الذاكره اتاثرت. حضرتك ايه رايك في الموضوع ده؟ يعني النسيان ده حقيقي حقيقي؟ يعني انا واحده منهم، يعني انا بقيت مش فاكره حاجه، يعني بقطع الذاكره بتقطع عندي كتير. يعني بص احنا بنسميها انديفيدوال فاريشن، يعني دي حاجات بتختلف من واحد لواحد. هنرجع يعني طبيعيين ولا لا؟ ان شاء الله هترجعي تبقى فل باذن الله. طب ايه اللي يرجعنا طبيعيين؟ هل ناخد حاجه، نشرب حاجه زي ما حضرتك قلت لازم تشرب تاني في الاصابه ميه كتير، هل بعدها برضو يعني نعمل ايه؟ انصحنا ايه المطلوب بقى بعد الشفاء؟ يلا قول لنا. واحد، الاكثار جدا من شرب الميه. ايوه. اثنين، الحرص على التناول اليومي للسلطه الخضراء. الايه يا دكتور؟ السلطه الخضراء. السلطه اوكي، السلطه الخضراء، الجزر والفلفل الالوان والجرجير والطماطم الكلام ده، الليمون، فيتامين تي مهم جدا. كمان اكل بعض الفواكه زي الجوافه والرمان كويس جدا. نبدا نمشي بالتدريج، لازم نمشي للهواء الطلق نص ساعه يوم بعد يوم. ايوه ده مهم جدا موضوع المشي ده. نقطه مهمه جدا، النوم المتواصل 7 ساعات المتواصل بالليل. ليه؟ ليه بقى؟ لان النوم المتواصل بالليل بيقوي الجهاز المناعي. والنوم بدري طبعا، ما هو 8 ساعات بالليل يعني معناه ان انا نمت ساعات. هيهات هيهات نفسنا ننام بدري. احنا قلنا ايه المفروض نعمل. ايوه. وطبعا التغذيه الجيده، وفي حاجه مهمه جدا بقدر الامكان نبعد عن النكد والهم والشد عصب. ده عامل. قول كمان يا دكتور، قول، مش قلنا يا ليل يا عين؟ قول يا دكتور قول. البعد. اتفضل. نكد. البعد هم. تجنب النكد. والشد العصبي. حلو. يعني احاول ان انا طبعا ما اقراش الاخبار الوحشه، يعني بلاش اقعد الاقي اخبار اقعد اقرا فيها وهي حاجات مؤلمه. ما ننكدش يعني عن نفسنا، يعني حضرتك عايز تقول كده يعني. بالظبط. وخلينا دايما حضرتك عندنا التفاؤل ان اللي جاي باذن الله افضل. وعلى فكره انا عايز اقول لحضرتك الامل. ايوه. بمناسبه التفاؤل يعني. تفاؤل. دي حاجه مهمه احب اقولها. ايوه. الدلائل والمؤشرات العلميه والميدانيه. بتقول ان هناك امال كبيره جدا. الفتره اللي جايه الاسابيع والشهور القادمه ان هيبدا ان شاء الله تناقص في اعداد الاصابات عالميا ومحليا. الله على الخبر الحلو ده. ده خبر ويخلينا نتفائل. ده حلو ده قوي يا جماعه. المهم ومتوقع برضه هناك اراء العلماء ان على النصف الثاني من هذا العام اللي هو بالظبط يوليو طبعا دخلنا في الصيف الحار ان يكون هناك بمشيئه الله انحصار لهذا الوباء عالمي. يا رب ان شاء الله. يا رب يا دكتور هاني، وعايزه اقول لك انه الف سلامه عليك، وانت غالي علينا كلنا، وان شاء الله ترجع لجمهورك وحبايبك ومرضاك بالسلامه يا رب ان شاء الله. بشكر جدا دكتور هاني ناظر، واستاذ الامراض الجلديه ورئيس المركز القومي للبحوث السابق، وربنا يطمنا على كل المصابين يا رب ان شاء الله. طيب هنرجع برضو، بصوا احنا النهاردة انا يعني ناوية يعني اقفل ظرف كتير في موضوع كورونا ده. امبارح احنا
كان معانا الدكتور فؤاد عودة رئيس الرابطة الطبية الشرق أوسطية، وده اللي كنت بقوله قبل ما كنت بتكلم عن مع الدكتور هاني الناظر، وسألناه عن المشكلات النفسية والنفس اللي كنت بتكلم فيه دلوقتي، التوهان والنسيان واللخبطة اللي بتحصل لناس كتير مروا بتجربة الإصابة بفيروس كورونا وتعافوا. وهو يعني قال انه غالبا ده بيكون مرتبط بالحالة النفسية للمتعافي من الفيروس وخوفه من الفيروس، يعني لو انت خايف وخفت قوي فبيحصل عنده اضطراب نفسي او حاجة زي كده، او الاكسجين بيتأثر فبيأثر. فلما فكرت المهم يعني في كلام الدكتور فؤاد ودورت، لقيت انه كمان انه علماء النفس كانوا قالوا انه في مشكلة نفسية كبيرة الحقيقة ممكن تستمر حتى لو كورونا خلص، هو انه في ناس هيكون عندها وسواس قهري. الوسواس القهري ده الحقيقة انا بعتبره هو كارثة في المرض النفسي او التوتر النفسي، ان شاء الله ربنا ما يكتبهاش على حد. وانا هقول لكم انه بسبب كورونا كل حد فينا الحقيقة بقى بيشك في أي حاجة وخايف من أي حاجة. لو قابلت مثلا فلان مثلا وجي مسك حاجة بتاعتي أبقى أنا خايفة، أبقى أقعد أرشها وأعمل إيدي مش عارف إزاي. جي واحد مثلا قرب مني شوية أو واحدة قربت مني شوية أبقى خايفة أقول أكون أصبت منها. ما احنا عمالين 24 ساعة يا جماعة عندنا توتر وخوف، لأنه ده عفريت، هو الكورونا بقت عفريت، فاحنا تخايف العفريت يطلع لك، واللي بيخاف من العفريت بيطلع. يعني لو مسكت أكرة الباب في مكان عام مثلا، يا ترى أرش كحول ولا ما رشش، يا ترى أفضل لابسة ماسك على طول ولا ممكن وأنا قاعدة مش عارف في حتة باكل أشيله، طب يا ترى النفس اللي عدى مش... بس احنا دي مش عيشة، يعني مش هنقدر ان احنا نعيش كده. فبقى في لخبطة ما بين ايه، هو ده وسواس قهري ولا ده شعور طبيعي ولا المفروض ايه. كمان لو ابني مثلا ولا بنتي راحوا المدرسة، في خطر من كورونا عليهم ولا مفيش؟ طب هل هم راحوا المدرسة خدوا حاجة ممكن ينقلوها؟ يا جماعة احنا يعني خلاص، هل زوجي مثلا في شغله ممكن الفكر؟ يا جماعة الكورونا جابت لنا الفكر، الكورونا جابت لنا الفكر حقيقي. فأنا عايزة أتكلم عن كل ده وأناقشه، فعشان كده معايا الدكتور أحمد هارون مستشار الصحة النفسية والعلاج النفسي وعضو الجمعية العالمية للصحة النفسية. أهلا بك يا دكتور معايا في 90 دقيقة. أهلا بحضرتك يا فندم، أهلا وسهلا. دكتور عايزة أسألك، أقول لك هل أنا قلته ده يعني يعني صدائي عندك، لان مش عايزه اقول لك هل انا صح ولا لا، اكيد في حاجات من اللي قلتها غلط يعني ممكن، يعني اكيد، فحضرتك تصحح لي وتقول لي اللي انا قلته ده بيمثل لك ايه طبيا. شوفي، ايا ما كان اللي حضرتك قلتيه بعيد عن المعلومات، ولكن قيمه الوصف هي اللي بتعكس اهميه الحد. الكلام اللي حضرتك قلتيه كله صح من حيث الوصف فعلا. كورونا كوباء ده ثالث أكبر حدث هز العالم مع الحرب العالمية الثانية. يعني حاجة ما فيهاش مبالغة خالص، ده حاجة شلت مش بس تفكير الناس، ولكن شلت حركتهم وخلتهم فقدوا كتير جدا من أحبابهم، وفقدوا كبير جدا من ثقتهم بنفسهم وثقتهم في اللي ممكن يتقدم لهم من اللي حواليهم، بلادهم وأعرافهم وأبحاثهم العلمية ممكن يقدموا لنفسهم إيه. هي هزة نفسية كبيرة جدا بالفعل، ليها آثار أعتقد إن هي هتفضل ممتدة لفترات، بدليل إن كتير من الدول الأوروبية بقى عندها دلوقتي ما يعرف باللونج كورونا كلينيك أو عيادات كورونا الممتدة. كلينيك؟ أيوة. يعني علاجات كورونا الممتدة. إن الموضوع مش بينتهي عند التعافي من الإصابة، ولكنه في أوقات كتير وفي حالات كتير تكاد تكون تلتين الحالات بتبدأ المعاناة. هتكلم عن الشق النفسي تحديدا. إن الناس اللي بتتصاب بهذا الـ يعني خلينا نقول وباء، الوباء أو الجائحة هي حاجة بتصيب عدد كبير جدا من الناس، لا يسلم منها إلا القليل، وحتى لو سلموا منها جسديا بيتأثروا بيها نفسيا من فقدان الأحباب
أو الوقوف على بعض الأفكار الوسواسية اللي حضرتك ذكرتيها، وده نوع من أنواع الوسواس اسمه هايبوكوندرايسيس أو وسواس توهم المرض. وسواس يعني توهج المرض، توهم المرض إنه طب لا اشرح لي بقى. هقولك الوساوس هي مجموعة من الأفكار الزايدة، وكثير من الناس بيكون عندهم زيادة في التفكير ما نقدرش نسميه وسواسي، ولكن اللي هو اللي بيشك في كل حاجة حواليه أكتر من لازم ويتهيأ له حاجات. لا لا لا، اللي أنا أقصده هنا الشخص اللي بيشك ده شخص بارانويد، يعني بارانوي يعني شكاك، يشوف الناس رقبة قالت إيه، بيتكلموا عليا إزاي، اتنين بيتكلموا من بعيد. لا اللي هو بقى بيشك بقى في اعراض وفي انه أيوة. ممكن اللي بيشك في اعراضه ده نوع من انواع الوساوس اسمه وسواس توهم المرض، يعني يحس بحاجه صغيره نغزه في قلبه يبقى انا هيجي لي ذبحه، تقل في دراعه يبقى انا عندي جلط. يعني يحس انه مريض وهو في حقيقه الامر مش مريض، ولو سمعك وانت بتتكلمي عن مرض ممكن يجيله، ولو قرا اعراض على الانترنت يحس بيها. يجيله حقيقي؟ لا، يجيله نفسي، ما يعرف بالنفس جسدي السايكوسوماتيك سيمبتومز، الأعراض النفس جسدية. كل ده يخلينا نفهم هو إيه المرتبط بموضوع كورونا. اللي بيجيله كورونا وبيتعافى منها بيعاني فيما بعد التعافي بما يعرف ببوتلازمة ما بعد الكورونا، بوست كورونا سيندروم، متلازمة ما بعد الكورونا. طب يعني اللي اتصاب بيعاني من ايه بعد التعافي؟ بتكلم هو خلاص تعافى والبي سي ار نيجاتيف وتحاليله كويسه، اول حاجه ممكن يعاني منها كوجنيتيف فانكشنز ديستورشن، يعني خلل في الوظائف المعرفيه. ايوه، الانتباه. قول لنا بقى عشان دي تهمنا كلنا، معلش بقى واحده واحده يا دكتور الحته دي. الناس يا جماعه اللي حالاتي اللي من بعد ما خدوا واصيبوا بالدور وتعافوا ولسه عندهم متلازمة ما بعد كورونا، اللي هي هيفهمها اللي احنا النهجان، اللي مش عارف الكسل، اللي ضربات قلبه مش عارف عاملة ايه، اللي مش فاكر الذاكرة، كل ده بقى. يلا يا دكتور اتفضل من براحتك بقى اشرح. اول حاجة ممكن يعاني منها هي خلل في الوظائف المعرفية زي الانتباه والادراك والذاكرة والتذكر، يدور على النظارة وهي على وشه، يدور على الريموت وهو في ايده، يوطي التلفزيون عشان يعرف يدور كويس، تحس ان تركيزه مش احسن حاجة، استقباله للمعلومات كأن دماغه عطلانة، كأنه مخه مش قادر يستوعب الحاجات اللي كان بيعملها بشكل بسيط، ابسط الامور مش قادر ان هو يحصرها، تركيزه قليل وانتباهه مش افضل حاجة. كل الكلام ده ما ينفعش ان احنا نديله اكبر من انه متلازمة ما بعد الكورونا، ولازم نستوعبه اللي بيفضل وقت طويل. بعض الناس بتعاني من ده لما يزيد عن الثلاث شهور. بعض الأعراض الجسدية كمان اللي ممكن يحس بيها زي الإنهدونيا، الإحساس بالهدة، الهمدان من أقل مجهود، الأرق الشديد، إنه ينام بصعوبة وإنه يصحى من النوم بصعوبة أكبر، وإنه مهما أنام يصحى من النوم همدان وتعبان وجسمه مكسر. الإحساس بالإجهاد البدني من أقل مجهود، وإنه مش قادر يعمل الحاجات اللي كان بيعملها قبل كده، بالظبط، مش قادر يستوعب اللي كان بيستوعبه قبل كده من معاملات أو مكالمات. يا دكتور بقى حرام عليك، كفاية ده، كل ده اللي حاصل فيا. قول يا دكتور قول. خليني اقسم لك اللي ممكن تحس بيه في ثلاث حاجات من الخطوره بمكان ان الناس ما تاخدش بالها انها تعرف توصف. اول حاجه ممكن تحس بيها ومش هتعرفي توصفيها حاجه اسمها الدي بيرسوناليزيشن، ان انا استغربني، يعني اصحى الصبح ابص لي انا مش انا، ابص كده في انا مش انا يا جماعه، انا مش مظبوط، انا مش عارفني، ولا تركيزي ولا انتباهي. الدي بيرسوناليزيشن دي من اخطر الامور اللي ممكن يعاني منها المتعافي من الكورونا. وبيعمل انفستيجيشنز كتير ويكشف كتير ويعمل فحوصات اكتر، والفحوصات تطلع سليمه الا انه مش قادر يعبر عن اللي جواه الا بالمقطوعه اللي قالها الراحل العظيم محمود عبد العزيز: يا دكتور صدق العليل ولا تصدقش التحاليل. كانه بيقول كده بالظبط. المعاناة الثانية غير الدي بيرسوناليزيشن حاجة اسمها الديرالايزيشن، يعني اختلال الواقع، أبقى قاعد معاكم ومش مجمع، أشوف شفايف الناس بتتحرك مش مركز في كلامكم، أسمع الكلام ومش مجمع هم يقصدوا من وراء إيه. تبقي موجودة في الموقف وتقولي تمام حاضر هعمل كده، واستحالة تفتكري إن ده يحصل، يلوموكي بعدها: ده أنا كلمتك، بعتلك، أنت قريتي، رديتي عليا، أنا يا ابني عملت معاك كده.
بالظبط. انا رديت عليك وقلت لك هو ده اللي هيحصل، دي اسمها دي بيرسوناليزيشن. المعاناه الثالثه اسمها سوماتايزيشن. سوماتايزيشن يعني اوجاع متعدده، يعني يقف بصعوبه، يتكلم بصعوبه، ينهج من اقل مجهود، ايوه، يحس ببعض الانتفاخات، انا حاسه ان انا عجزت يا دكتور، القلب يحس بكده فعلا، يقول انا كبرت، انا عجزت، غصه تبقى واقفه في حلقه، حاجه طبقه على صدره، يبدا شعره يقع، احساسه بالاجهاد يبقى زايد، تركيزه وانتباهه ياثروا على انه مش عارف ياكل كويس، ولبسه مسدود عن الاكل طول النهار، وممكن تتفتح بالليل، يحصل له حاجه اسمها نايت ايتنج ديس اوردر، يعني يقوم ياكل بالليل بطريقه غريبه، ياكل حلو على حادق، حاجات ما تناسبش بعض، وده ينشط بالليل بقى. دكتور انا هدخل المستشفى يا دكتور بقى، مش هينفع كده عشان انت كل بتقوله ده انا حاصل لي. طب وبعدين يا دكتور نعمل ايه؟ حضرتك متعافيه بقالك قد ايه دلوقتي؟ بقالي شهر. يعني احنا قلنا الاعراض دي الدراسه اللي اتعملت في ميدل ساكس في لندن قالت ان هي ممكن تتجاوز الثلاث شهور، لكن افريج الناس بيعانوا منها. يعني هنتحسن، في امل ان احنا يعني لا نتعافى إن شاء من الله. ده بتقل بالتدريج، المهم انك تحاولي تشغلي نفسك بالحاجات اللي ممكن تكون بتبسطك، تحاوطي نفسك بالناس اللي ممكن تكون بتطمنك. يعني انا هفضل كده لحد بعد رمضان؟ هيجي على لا رمضان لا وانا لا كده؟ لا مش ده قصدي خالص، قصدي ان في ناس عانت من ده لمده اسبوعين، في ناس عانت منها لمده شهرين، ولكن يعني عشان كده الفترات متفاوته، يعني فترات متفاوته، ده بيبقى حسب ما يعرف بالمناعه النفسيه. المناعه النفسيه هي اهم فاكتور ممكن نبقى نتكلم عنه في توبيك منفصل ان شاء الله فيما بعد. يعني انا ممكن حاليا ان انا احارب ده بالنفسيه، خدي بالك اتصدى ليه ان بنفسيتي، يعني حالتك النفسيه هي 99.9% في اصابتك سامعين يا بالاضطراب جماعه، وخلاصك من الاضطراب. ارفعوا حالتك النفسيه معنوياتكم. هي اللي ممكن تخليكي تتاثري باللي بيحصل او تخليكي تتجاوزي اي حاجه ممكن تحصل. طول ما نفسيتك كويسه انت تعرفي تتجاوزي اي شيء ممكن يكون مش كويس. نفسيتك هي اللي بتخليكي تتحسني جسديا، نفسيتك هي اللي بتخليكي تركزي، نفسيتك هي اللي بتخليكي تتطوري، نفسيتك لو كانت متاثره اقل انفكشن ممكن يخليكي تتصابي بيه اطول وقت باصعب اعراض. طيب نصيحه اخيره بقى للناس اللي جالها البوست كورونا وكل الاعراض اللي حضرتك قلتها، نصيحه ليهم؟ فكرة التدريج في إن أنت تتعافى نفسياً دي فكرة مهمة جداً جداً جداً، عدم التركيز في الأعراض، عدم متابعة الأعداد، عدم متابعة الأخبار اللي ممكن تقلل من مناعتك النفسية، كل دي حاجات لو تجنبتها بتفرق معاك جداً، واعرف إن النفس اللي لم تشغلها بالحق شغلتك هي بالباطل، لو ما شغلتش أنت دماغك بالحاجات اللي ممكن تفيدك بغض النظر عن أي شيء نفسك هتشغلك بالحاجات اللي أكيد هتضرك. أنا بشكرك جدا دكتور أحمد هارون، مستشار الصحة النفسية والعلاج النفسي وعضو الجمعية العالمية للصحة النفسية على توضيحاتك. الحقيقة يا جماعة فهمنا حاجات كتير وعرفنا حاجات كتير، أهم حاجة أنا عرفتها النهاردة وعايزاكم تهتموا بيها، شرب المية مهم جدا، والحالة النفسية مهمين جدا، وما تركزوش وإن شاء الله كلنا هنخف وكلنا هنبقى زي الفل إن شاء الله، ويدخل علينا رمضان وإحنا كلنا أصحاء كويسين وحلوين بإذن الله. طيب خلوني بقى برضو مش هطلع من موضوع كورونا، أنا وراها والزمن طويل. طيب خلوني أخد الموضوع بقى بشكل طبي من يعني من زاوية تانية، وعايزة أسأل الحقيقة سؤال، هل المخ بيحصل فيه تغيرات بسبب الكورونا اللي بيصاب؟ هل ممكن يعني مراكز الإشارة اللي في المخ ببساطة يحصل فيها عطل مثلا بسبب كورونا؟ أنا كنت شفت دراسة بتقول إنه 84 صح؟ أنا صح؟ 84% من مرضى كورونا عندهم أعراض عصبية. طيب نفهم كل الموضوع، لأن برضو امبارح كان الدكتور فؤاد عودة قال لنا انه بيحصل حاجة في الاكسجين لما بيصاب الانسان بالكورونا، والاكسجين بيتأثر اللي في المخ فبيأثر على المخ، فعشان كده بيحصل توهان ونسيان. المهم يا جماعة معايا على الهاتف الدكتور يسري
الحميلي أستاذ جراحات المخ والأعصاب بكلية الطب بجامعة القاهرة وعضو الجمعية الأوروبية لجراحين المخ والأعصاب وحد من الأطباء المهمين واللي إن شاء الله هيقول لنا معلومات مهمة جدا النهاردة. أهلا بك يا دكتور معانا في 90 دقيقة. أهلا وسهلا. أهلا بك يا دكتور يسري. أهلا. قول يا دكتور فيروس كورونا ممكن يأثر على المخ على أعصاب المصاب؟ الحقيقة كان في الأول خالص كلنا كنا منصبين على إن احنا بندرس فيروس بيصيب الجهاز التنفسي بالمقام الأول ومع تنامي عدد الحالات وظهور حالات كثيرة جدا فوجئنا إنه بيؤثر على الأوعية الدموية وفوجئنا بإنه بيعمل جلطات في المخ. ده من الحاجات اللي لاحظناها مبكرا في حالات كثيرة جدا ومن المضاعفات الخطيرة لمرض كورونا ان هو بيؤثر على الأوعية الدموية ومن ثم بيأتي التأثير على خلايا المخ من خلال التأثير على الأوعية الدموية اللي بتغذي المخ. يعني ببساطة شديدة بقينا نشوف جلطات في المرضى بعد الإصابة بالكورونا أو في أثناء فترة إصابته بالمرض أو حتى لحاملي المرض دون ظهور أعراض كثيرة أخرى تبقى أعراض نوبة برد خفيفة جدا. طب معلش يا دكتور يسري يعني لو واحد حصل له كده ما الجلطات دي ما بتبانش إيه الأعراض اللي بتحصل عشان يعرف إنه ممكن يكون عنده جلطة فيروح يكشف ويشوف في إيه يلحق نفسه؟ هو أهم من إنه يلحق نفسه الوقاية مهمة جدا جدا إن احنا بنقول كل اللي تبدأ تظهر عليه أي أعراض إصابة بالكورونا بيعمل تحليل الدي دايمر وبيشوف لو هو في معدل خطورة الإصابة بالجلطات زي متقدمي السن اللي عنده ضغط مرتفع اللي عنده مشاكل في عضلة القلب اللي عنده سكر اللي بيعاني من أمراض مناعية مزمنة زي الروماتويد أو الذئبة أو ما خلافه. كل هؤلاء القطاع من المرضى لابد أن يأخذوا أدوية السيولة مبكرا وبأسرع وقت ودي نقطة مهمة جدا جدا. ده عند الإصابة يا دكتور؟ عند الإصابة أو حتى أن أشك أن في إصابة ولا يتوقف عن. طب لو واحد ما أخدش وما كانش يعرف ما بعد الإصابة ياخد ولا خلاص ما هو بقى يا جاله يا ما جالوش؟ يفضل ياخد ما يعني على الأقل ما بعد الإصابة بشهر خلال الإصابة بالضبط. ده مهم جدا عشان نحمي الأوعية الدموية للجسم كله والمخ تحديدا ومعظم المشاكل التي قد تحدثها الكورونا في المخ بتنصب على هذا الجانب. لقينا حاجة تانية إن احنا قد نصاب بأعراض برد أو أنفلونزا أو ما إلى ذلك ويجينا عدم القدرة على الشم ودي بتبقى نتيجة تأثر على الأغشية المخاطية والخلايا اللي في الأنف ودي في الأحوال العادية أو البرد العادي المريض بيتعافى منها بعد ما بيخف من البرد بفترة قصيرة جدا إلا في حالات الكورونا. حالات الكورونا بتؤثر على عصب الشم العصب نفسه تأثير شديد جدا قد يمتد إلى وقت طويل جدا وقد يستمر يبقى وقت قصير وقت قصير وقد يستمر المريض في عدم القدرة على الشم لفترة تتجاوز أكثر من سنة. طيب وكذلك برضو المخ برضو هو عصب المخ عصب الشم ده أحد الأعصاب المخية. لا أنا يعني بتكلم على اللي هو العصب المسؤول عن الذاكرة وعن التركيز والنسيان. معظم هذه الأعراض اللي هي بتيجي نتيجة الإصابة بالمرض زي الاكتئاب أو عدم التركيز أو كما أوضح الزميل دكتور أحمد هارون معظمها كلها أمراض أعراض نفسية. يعني أنا لو أصبت بأي مرض أيا كان المرض ومرض شديد وتعرضت إلى صدمة نفسية أو خوف شديد ما يسمى بالسايكوسوماتيك ديسوردر اللي هو أنا الأعراض النفسية التي تنجم وتديني أعراض زي المرض العضوي بالضبط بس هي كلها أعراض نفسية نتيجة خوفي الشديد أو نتيجة التوتر المصاحب للمرض أو نتيجة القلق الشديد جدا والفزع اللي بيصيب الناس. وحتى احنا على فكرة كنا بنشوف ولازلنا بنشوف بعض المرضى المصابين
بارتجاج في المخ حاجة اسمها ظاهرة ما بعد الارتجاج. ظاهرة ما بعد الارتجاج اللي بتحصل له حادثة ولو بسيطة ويحصل ارتجاج ولو بسيط في المخ قد يحدث له بعض الأعراض اللي مشابهة إلى حد كبير بأعراض الظاهرة ما بعد الكورونا، أكثرها يتحسن تماما بحاجتين اتنين، إن أنا أنصب على تحسن حالتي النفسية واللياقة البدنية. ولو أنا مريض شاطر وحسنت الاتنين دول بسرعة كل هذه الأعراض بتنتهي تماما وبتذوب كأن شيئا لم يكن. طيب لو الأعراض استمرت نعمل إيه؟ إذا إحنا بنفكر فيها وقلقانين بيها وحطينها في دماغنا وقاعدين حاطين نفسنا تحت المنظار، كل ما يحصل عرض أفكر فيه وحطه تحت مسمى ظاهرة ما بعد الكورونا عمري ما هتحسن. وإذا أنا وسعت بقى الدائرة وتحدثت كما تحدث الدكتور أحمد، يعني إدى صورة قاتمة جدا، كلها أعراض التوتر العصبي أو التوتر النفسي الذي قد ينتج عن أي شيء مش بس عن الكورونا، لكن الكورونا في المقام الأول حربها الأساسي أو تجاوز هذه المحنة الأساسي يأتي بالمناعة. المناعة هتيجي إزاي؟ لياقة بدنية، صحة نفسية، نظام غذائي متزن ومعتدل. ثلاثة دول هم المحاور الأساسية. طبعا احنا لو بنضيف لنا بقى او بنحط قبل ده ان احنا يبقى عندنا روحانيات وايمان، الحياة بتتاخد كلها على بعضها، فيها الحلو وفيها الوحش. طيب خليني اسألك يا دكتور، هو ازاي اقوي مثلا المناعة العصبية؟ هل يعني المخ ممكن يبقى الواحد يبقى عنده مناعة في الاعصاب مخه؟ طبعا المناعة بتأتي بالمقام الأول. خلي بالك أنا طالعة تالتة طب يا دكتور، ها؟ وأنا حنفسك دلوقتي. بتشرف طبعا. أنا مش بقول كلام، ده علم وعلم كبير جدا. الروحانيات أو الإيمان من وجهة نظري كإنسان يعني شرقي مسلم، الإيمان اللي نحن أصحاب الديانات خصوصا الإيمان بالله، أن أنت تشغل وقتك بأن أنت عندك بعد آخر للحياة. إحنا مش عايشين الدنيا بس، الدنيا دي مجرد لحظة عبور إلى ما هو أهم. مش بقول ننسى الدنيا، مش بقول ننسى كل حاجة، لكن إحنا عندنا بعد تاني بيدينا قوة كبيرة جدا، الروحانيات والإيمان بالله، وإحنا بنرتكن إلى الله، فبنشغل وقتنا بروحانيات، نشغل وقتنا بالاهتمام بالمجتمع اللي حوالينا، نشغل وقتنا بالعلم، نشغل وقتنا بحاجات تشد انتباهنا وتكون نافعة ومفيدة لنا ولمن حولنا. اللي بيكلمك أنا أصبت بالكورونا الحمد لله. ألف سلامة يا دكتور عليك. احكينا هذه التجربة بقى مع دكتور المخ والأعصاب بقى، يعني عمل إيه وهي عملت فيه إيه؟ مهم نعرف هذه التجربة يعني. عايز أقول لحضرتك عشان نستفاد. المريض هو مريض، دكتور كان او غير دكتور، الموضوع كله بيرجع الى ان انت بيبقى عندك اليقين بان انت بتحارب عدو. العدو ده مفاتيح الحرب ايه؟ اللياقه البدنيه، الصحه النفسيه، ثم الغذاء المتزن. وده اللي بقوله دايما حتى لما بنصح مرضاي، مرضى الجلطات، مرضى العمود الفقري، مرضى الغضاريف، كل النصائح بتأتي في هذا الجانب. وده الجانب ده مهم جدا جدا على فكرة، الجانب اللياقة البدنية والمناعة والصحة النفسية المتزنة. على فكرة الصحة النفسية المتزنة هنجد ان معدلات لو وسعنا بقى الدائرة يعني، وده كلام الأساتذة المتخصصين في الصحة النفسية، معدلات الانتحار بتقل قوي في المجتمعات اللي عندها أبعاد اجتماعية واسعة زي عندنا، اللي هم مش عايشين في عزلة لوحدهم، اللي هو الشخص فيهم مش عايش لنفسه، عنده أسرة بيهتم بيها، عنده ناس تانية حواليه، عنده فقراء، عنده ناس محتاجين، في نوع من التكافل الاجتماعي. معدلات الانتحار بتقل كل ما زاد التكافل الاجتماعي، وبالتالي هي أعلى في اليابان وليست أعلى في دولة يعني ليست من دول العالم الأول، ولكن دول من دول العالم الثالث معدلات الانتحار فيها أقل بكثير جدا من دولة زي اليابان.
يبقى احنا عندنا الجانب الروحي او الجانب الروحاني، جانب ان انا اشغل وقتي فعلا بما هو مفيد ونافع، وكل الاعراض دي لما بقعد احطها تحت النظر واقعد اراقبها وادقق فيها. ويمكن احنا نعرف الكلام ده لان احنا كاطباء بنبقى عارفين الاعراض مسبقا قبل ما حتى يجينا المرض، بنبقى عارفين المراحل بتاعته. الوسواسه في الامور دي ما بتبقاش كويس. انا بشكرك جدا الدكتور يسري الحمالي، استاذ جراحات المخ والاعصاب بكليه الطب جامعه القاهره. والحقيقه انه موضوع كورونا يعني معقد شويه، خلينا نعترف بده، لكن انا شايفه برضو انه كله في ايدينا، طبعا قبلها بايد ربنا ثم ايدينا. يعني طالما انا اقدر اروح لدكتور واكشف واطمن وابقى رقيبه نفسي طول الوقت، يبقى انا في امان. وعشان كده لازم ان احنا نركز كويس مع اي مشكله بتقابلنا صحيا او نفسيا بعد التعافي من كورونا، لانها ممكن يكون ليها تاثير كبير جدا ما يظهرش دلوقتي لكن ممكن يظهر بعد كده. طيب عايزين تطلعوا فاصل ولا لسه؟ طيب خلوني بس قبل الفاصل دلوقتي هنشوف تقرير عن احتفالية للنادي المصري القاهري بمناسبة استلام الأرض اللي هيتعمل عليها النادي بدل مقر النادي القديم اللي تم استخدامه من قبل الدولة في تطوير منطقة عين السيرة. في ظل التطوير الذي تشهده كافة قطاعات الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أقام النادي المصري القاهري احتفالية كبرى بمناسبة تسليم مقر النادي الجديد الذي سيكون شاهداً على نقلة كبيرة. خط الرئيس وجه بتطوير هذه المنطقة زي ما بيوجه بتطوير كل مصر، احنا جزء من هذا التطوير في هذه المنطقة اللي هتشهد طفرة كبيرة جداً. كان من دواعي هذا التطوير طبعا ان احنا مؤسسة مهمة جدا لينا على المستوى الشبابي والاجتماعي والرياضي لهذا الحي، ان احنا نحتفظ بوجودها وفرصة ان احنا نطورها. كل التحية والتقدير واحنا في نادي اجتماعي رياضي ان شاء الله موجودين كلنا عشان نبارك ونقول متشكرين للقيادة السياسية والحكومة المصرية. احنا النهاردة في احتفال تخصيص الارض الجديدة للنادي المصري القاهري في الشكل الجديد وبالتطوير الجديد ليه في كل المنشآت بتاعته، تطوير على مستوى عالي في الملاعب، في قاعات الحفلات، في الخدمات اللي بتقدر تقدمها للعضو، للشباب، مكتبات، حاجة الحقيقة على مستوى عالي جدا وفترة زمنية 6 شهور، يعني حاجة إنجاز غير طبيعي. كمان حاجة جميلة إن النادي جنب مكانه القديم، فدي حاجة كويسة قوي إن الناس تحس إن مكانها هو جنب المكان القديم. التطوير الجديد اللي هو بيتعمله في كل القطاعات اللي موجودة فيه هتنعكس بالنهاية على العضو. الحقيقة دي جزء من تطوير مصر، تطوير مصر اللي احنا بنعيشه. الحكومة اهتمت بالمواطن المصري في مصر القديمة بأنها بتطور من حياة كريمة ليه، وفي نفس الوقت بتحقق له الحياة الاجتماعية الجميلة بأنها حافظت له على النادي بتاعه، خلت له النادي بتاعه في نفس المكان، اديته أفضل من الأول. يعني احنا ما كناش لو احنا حاولنا ان احنا نطور النادي القديم ما كناش هنعمله بالشكل ده الحقيقة. يعني تم تكليف الصندوق الحضري بعمل بديل للنادي بنفس المساحة بل بالأكبر وعلى تراث محترم يتلائم مع التطوير اللي بيتم في منطقه الفسطاط والمحدى والمتحف الحضري. وبالفعل تم الكلام ده كله في خلال ايام وليس خلال شهور. وفوجئت بمعالي الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب بيديني تكليف بميعاد للصندوق الحضري لاستلام المحضر اللي هيتم التنسيق ما بين تسليم النادي وتسليم النادي الاخر بالملعب. الناس ما كانتش متصوره ان احنا هناخد مكان يبعد عن النادي ب10 امتار يعني، وفي مكان اوسع، والتخطيط هيبقى نادي عالمي ان شاء الله. زي ما انتم شايفين التخطيط ورانا هيبقى نادي ان شاء الله هيضاهي كل الانديه الكبيره يعني. طبعا احنا بنشكر جدا فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي ان هو بيوفر لنا قاعات زي ديت وبينمي المجتمع تنميه ملحوظه جدا، توعيه طبعا وتنميه للشباب والمصر، واحنا اصلا اجيال مصر يعني احنا اللي هنطلع بيها، فلازم يكون عندنا التوعيه والتنميه دي عشان نقدر نتقدم ببلدنا. تطوير النادي المصري القاهري ما هو الا دليل على الاهميه التي توليها الدوله للانشطه الرياضيه بشكل عام،
والتي تسعى من خلالها لتنشئة جيل مصري من الشباب قادر على كافة تحديات العصر. مشاهدينا وعودنا إليكم مرة أخرى. في النهاردة حصل أنه قررت نقابة المهن الموسيقية برئاسة هاني شاكر إيقاف مطرب المهرجانات عمر كمال عن الغناء في مصر، وده اللي جه في بيان لنقابة المهن الموسيقية بسبب تصريحات عمر كمال عن النقابة في وسائل التواصل الاجتماعي. حاولنا التواصل مع مصادر من النقابة، قالت لنا أن مدة إيقاف عمر لسه غير معلومة ولكنها مستمرة تم استدعائه للتحقيق. فالحقيقة يعني مندهشة جدا من نقيب الموسيقيين الفنان هاني شاكر، لأنه إحنا تواصلنا مع المستشار القانوني للنقابة الأستاذ علاء عامر عشان نعرف منه أسباب وقف عمر كمال وليه كم قرارات الوقف اللي بتواجه مطربين المهرجانات، لكن الحقيقة صدمنا رده بأنه الأستاذ هاني شاكر مانع أي حد أنه يتواصل أو يتحدث لوسائل الإعلام غيره هو. وده الحقيقة موقف غريب، خصوصا أنه يعني الفنان هاني شاكر في حالة خصام مع برنامج 90 دقيقة معايا أنا شخصيا، يعني بسبب اختلافنا معا في التفرقة في معاملة المطربين المهرجانات، فيسيب ناس، يعني كان الوجه الخلاف انه بيسيب ناس تغني وناس لا. وارجو يعني من استاذ هاني شاكر انه صدره يتسع لرأي الاخر، وكلنا في النهاية عايزين مصلحة الفن المصري، وقبل مصلحة الفن الحقيقة المصري في اعتبارات برضو إنسانية كمان معها. يعني مثلا حرام مطرب زي حمو بيكا يكون بياخد مثلا حقنة، مش مثلا، هو بالفعل، وأنا وضحت ده الحقيقة إنه أنا من سنتين كنت قاعدة مع حسن شاكوش عشان عملت معاه حلقة، فكان هم في قمة خلافهم مع بعض حمو بيكا وحسن شاكوش وكان عمر كمال، هم خلافاتهم كتير بس احنا ملناش دعوه. انا بتكلم في حته يعني الحقيقه كلمه حق لازم اقولها، في عز خلاف حسن شاكوش مع حمو بيكا كان بيشتكي، ايه يا حسن، هو انتوا ايه اللي حصل؟ حصل كذا 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 كذا، واشتكى اشتكى اشتكى. قلت له طيب موضوع تعبه ده والحقنه ايه؟ قال لي لا، بصي بقى حرام. قال لي فعلا هو تعبان وبياخد حقنه كل 3 شهور ب 130 ألف جنيه. كلمة حق لازم أقولها في حق حمو بيكا وفي حق حسن، إنه في عز خلافه مع حمو بيكا قال كلمة الحق ولسه مصرين على وقفه. يعني فين روح الفنان اللي احنا يعني بنستجديها منك يا أستاذ هاني؟ يعني فين الإنسانية؟ مسكين حمو بيكا، يعني أنا برجوك إنه يعني إنك تسامح وتسمح لحمو بيكا إنه هو يعني يرجع يغني تاني بضوابط وبعيدها تالت بضوابط وياخد التصريح. يعني ده مش شغلنا وملناش دعوة، بس احنا من حقنا ان احنا ممكن ان احنا نقول رأي ونتكلم في جزء انساني، لا يعني لا عتب في ده ابدا. وما تزعلش لانك انت بتزعل مني،
وانا يوم انا بعزك وبحبك جدا، ويوم ما انا اختلفت معاك في الراي لا يفسد للود قضيه. ده كان بسبب، لو تفتكر، ده انت جبت لي جلطه يومها يا استاذ هاني. ده انا جالي، ده انا وقعت من طولي هنا، اتنقلت على العنايه المركزه، لانه امنع المهرجانات ومش معنى كده ان انا يعني بدعم حاجه، انا بس كنت ضد انك تمنع المهرجانات وتشجع الراب، والراب ده كله كلمات كلها مسيئه، كلها كلمات من الشارع، وكلها كلمات جنسيه، وكلها وكلها. فانا كنت خايفه على بنتي، وخايفه على ابني، وخايفه على اولاد المصريين كلهم. فانا بترجاك وبرجو منك انك انت يعني من الواضح انك زعلان لانك مقاطع البرنامج ومشدد على الناس انه ما يردوش عليا. وعلى العموم انا ما عنديش مشكله، براحتك يا استاذ هاني، بس انا بحبك وبستسمحك انه حمو بيك حقيقي ولد يعني غلبان بتعبه، يعني ربنا ابتلاه بمرض حقيقي فعلا، لان في ناس كانت بتتنمر عليه، حرام عليكم برضو، حتى الناس اللي بيتنمروا عليه حرام، لانه ده ابتلاء، وممكن جايز كل واحد فينا يبقى في المكان ده، وانت ملك الاحساس يا استاذ هاني، فيبقى في احساس. انا مش بدافع عن حمو بيك كمطر ابدا، انا يعني حتى لو كان مونولوجيست كنت يعني اي حاجه في الدنيا، لو عامل موظف في الشارع وكان طلبه وصل لهذه الدرجه والمعاناه، وان هو شايف زمايل ليه واخدين تصريح وبيشتغلوا برضه، ما اعرفش الظروف ايه، مش عايزه اتدخل، انا بس يعني ندرس حالته الانسانيه، واكيد ممكن يبقى لها حل يا استاذ هاني، واتمنى ان صدرك يتسع لينا. بشكرك جدا يا استاذ هاني، والف سلام عليك يا حمو بيكا، انت انسان، وربنا ان شاء الله يشفيك باذن الله. وعمر كمال بقى مش عارفين عمل ايه بالظبط، يعني انتوا ليه دايما نقول بقى كلمه حق، انتوا ليه دايما عمر وشاكوش وحمو بيكا ليه دايما عندكم حاجات، ما هو الواحد برضو يقول كلمه حق، ليه عندكم مشاكل دايما، ليه دايما عاملين شقاوه زي ما بيقولوا، اهمدوا وخليكوا كويسين وركزوا في شغلكم. نروح بقى لاخر تقريبا خبر معانا النهارده، حاجة مهمة، هنروح لسوق الذهب. ناس كتير بتستثمر فلوسها في الذهب، دي عادة مصرية على فكرة، يعني من سنين طويلة، انه ناس كتير وخصوصا المصريين والستات المصريات يحبوا قوي الذهب، وان هم يستثمروا فلوسهم في الذهب، بيشوفوا انه حاجة مضمونة وينفع تحط فلوسك فيها من غير اي مشاكل. لكن التوترات السياسية اللي في العالم وفيروس كورونا وحاجات كتير، يعني اللي حاصل ايه، انه فجأة بقى لقينا الاسعار هوب بتاعت الذهب بترتفع. الجرام الذهب وصل النهاردة ل 820 جنيه بعد ما كان من اسبوعين بس 780 جنيه، يعني زاد 40 جنيه في اسبوعين. الذهب زاد يا جماعة 40 جنيه في اسبوعين، لكن الغريب ان الزيادة بقى دي قالوا انها مستمرة بيقال، والذهب سعره هيوصل لألف جنيه قريب. تعالوا نشوف تقرير خاص لكاميرا 90 دقيقة في سوق الصاغة ونرجع تاني. التجارة دلوقتي كويسة مش وحشة، وزي ما قلنا لحضرتك يعني الذهب بتبقى زي ما بيقولوا زينة وخزينة، فالذهب دايما مش بيبطل، لو حد مثلا مع 1000 جنيه هيقدر يشتري ذهب، حد مع 100000 هيقدر يشتري ذهب، 50 60 على حسب طبعا الفئة اللي هو بيشتري فيها. يعني النهاردة احنا بنتكلم في وسط الأسبوع بيبقى الإقبال متوسط، غير طبعا الويك إند بيبقى يوم خميس وجمعة وسبت بيبقى شبكات أكتر. حجم الإقبال كويس جدا اليومين دول، وبعدين زي ما قلت لك احنا كمصريين عموما بنحب الذهب يعني، فهتلاقي باستمرار الناس مقبلة على شراء الذهب، سواء لبس أو ملاذ أو الكلام ده كله أو استثمار، هي بورصة،
فانت ممكن تقول مثلا في عشان خاطر اليومين دول روسيا واوكرانيا والشاشه رافعه شويه اليومين دول، فاي حاجه بتحصل هتلاقي ان سعر الذهب بيتاثر بيها. سوق الذهب زيه زي اي حاجه في الايام ديت في الشهر فبراير، يعني السوق هادي مش اللي هو احنا متعودينه، وده نتيجه ارتفاع سعر الذهب. الاضطرابات السياسيه اللي موجوده ما بين روسيا واوكرانيا فخلت راس المال كله يهرب لشراء الذهب في البورصات العالميه، فادت الى الصعود المتزايد اللي احنا حاضرينه الايام دي. هو طبعا الذهب موجود في كل حته حلو وكويس، واليومين دول بس هو اللي غالي، عشان كده يعني معلوش اقبال جامد. يعني اشتريت جنيه ذهب وقطع 6650. سوق الذهب يعني الجرام برضو غالي، فال يعني تلاقي الحاجات قليله برضو غير عن الفتره اللي فاتت، فاهم قصدي؟ بس يعني من فتره لفتره الواحد بيشتري دهب برضو عشان موثوق فيه، ويعني فاهم حاجه الواحد يعرف يحط فلوس فيها. توقعت ان الاقي الجرام ارخص شويه، بس يعني كان لقيت الجرام برضو عامل سعر كويس واشتريت ده كويسه برضه. لا في طبعا موديلات جميله، الموديلات المصريه بدات السوق المصري بدا يعمل منتجات يعني زي الايطالي وزي الحاجات اللي بره مصر يعني، بس المصري بيتقدم يعني الحمد لله. كان لسه سائله دلوقتي فلقيته فعلا غلى، يعني عن ما كنت انا شايفاه كان ب 800 بقى ب 813 النهارده، فطبعا صعب جدا واحد لو عايز يجيب حاجه هتبقى صعبه شويه. الاسعار جميله جدا ولذيذه، يعني مش زي ما انا كنت متخيله وكده، فول ممتازه بصراحه يعني الحمد لله. اشتريت الحمد لله، اشتريت حلق واشتريت خاتم واشتريت حاجات تانية كتير، حاجات حلوه جميله والله. بصراحه انا جيت وكنت بفكر ان انا اشتري، بس حاسه الحركه قليله عشان يعتبر الذهب برضو غالي الايام دي، فالحركه قليله جدا. طيب عشان نعرف بقى ايه اللي بيحصل يعني في سوق الذهب بالظبط، معايا الدكتور ناجي فرح مستشار وزير التموين لشؤون صناعه الذهب. مساء الخير يا دكتور، اهلا بيك معانا في 90 دقيقه يا فندم. اهلا يا فندم، اهلا بحضرتك يا فندم. ايه سبب الارتفاعات دي اللي ورا حضرتك؟ الذهب واخد خط ارتفاع بقى له اكتر من 3 سنين، وبيرتفع زياده سنويه تعادل من 22 ل 25%. وهو طبعا اما في الفتره الاخيره فارتفع ارتفاعات قويه جدا بسبب طبعا ازمه اوكرانيا، ولان اوكرانيا تعتبر البوابه الشرقيه لقاره اوروبا كلها وحلف الناتو. فهنا لو طبعا حصلت اي حرب ما بين روسيا وما بين في اوكرانيا، فده طبعا ادى الى ارتفاعات قويه جدا جدا من يوم الخميس اللي فات. يعني التوتر ده هو السبب الرئيسي دلوقتي؟ طبعا سبب قوي جدا. وطبعا ازمه البترول والغاز، ويعني طبعا مجموعه عوامل كتير قوي قوي. اصل الناس في الشارع بيقولوا انه الدمغه الجديده هي سبب رفع الاسعار. لا اطلاقا، الدمغه الجديده ده تغير تقني نحو تغير مصر اتجاه للرقمنة، وده تطور طبيعي. الدمغ بالليزر ده حاجة إنجاز يعتبر جيد جدا جدا، لأنه لا يشوه المشغول ولا بيعمل أي تشوه ليه من أي نوع، وخاصة إن المشغولات حاليا أصبحت خفيفة الوزن جدا نظرا لارتفاع أسعار الذهب. فقطعة المشغول الكلي اللي كان 30-40 جرام دلوقتي بنعمله 10-12 جرام، فعايز رعاية خاصة جدا جدا في دمغته، خاصة ان الدمغ بالليزر بيعتبر لا يترك اي اثر على المشغول، بالعكس وبه كل البيانات من حيث تاريخ التصنيع للعيار للشكل لكل الداتا بتبقى موجودة على المشغول، وده تقدم تكنولوجي جيد جدا وليس له علاقة من بعيد او قريب بالسعر او البيع او الشراء. السعر ده حضرتك عالمي يحدده البورصة العالمية. طب دلوقتي يا دكتور ناجي، يعني الناس مرتبكة، وبعدين دايما لما يجي مثلا يسأل حد في شعبة الذهب تقول له مثلا اشتري ذهب دلوقتي ولا بلاش، تقول له لا، كل الإجابات دايما لا اشتري دلوقتي، لا اشتري دلوقتي، ما فيش حد ابدا بيقول استنوا شوية. هتقول لنا انت ايه؟ قول لنا بقى الصراحة. أنا هقول لك الصراحة، نشتري ذهب دلوقتي ولا ما نشتريش؟ لما انا هرد عليك ونبيع ولا ما نبيعش دلوقتي وقت بيع؟ لما انا بص حضرتك، الذهب كان في الخمسينات مش بالجرام، كان بالدرهم اللي هو 3
3.12%، وكان الجرام يعادل 25 قرش. في الستينات كان الذهب يعادل 85 قرش، يعني أقل من جنيه. فالذهب دايما ادخار آمن، ادخار جيد، استثمار ناجح جدا جدا جدا. وكل اللي اشترى ذهب ما زعلش حتى لو بأي سعر. وحضرتك لو قلنا من 3-4 سنين لما كان الذهب ب 550 و600 جنيه، الذهب يتخطى 800، وما تنسيش ان الذهب وصل 985 من عام ونص لما الوقية وصلت 2070 دولار. فالذهب يعني احنا مش بننصح الناس، الذهب هو ادخار استثمار استثمار جيد جدا جدا. ومحدش اشترى ذهب على المدى القصير او المدى الطويل، غير وبالعكس بالذات اللي بيشتري مثلا الجنيهات والسبائك او المشغولات الشعبيه اللي بتبقى اجارها بسيطه جدا جدا، وفي نفس الوقت بتدي فرصه للتزين وما فيش اي غرامه في المصنعات كتير ولا حاجه. بالعكس فالذهب هو يعني يعتبر مخزن قيمه قوي جدا جدا. ولما بننصح الناس يشتروا اهو يعني انا اسف في اللفظ، اللي عنده اي عمله او فلوس ولا حاجه بتتصرف، اما لما بيجمدها في حاجه زي كده بيستفيد بيها كنوع جيد جدا من الادخار، لان زي ما انت بنقول دايما الدرهم المدخر هو الدرهم المكتسب. لا دي ثقافه مصريه قديمه يا دكتور ناجي. طيب كويس جدا جدا، يعني المصريين عندهم شغف بشراء الذهب. ده حقيقي. ومحدش اشترى ذهب على المدى القصير. الست المصريه شاطره طول عمرها وذكيه على فكره. اكيد طبعا، اكيد طبعا يا فندم. وبعدين بقى في عيد الحب بقى ده حصل بقى شراء كتير، يعني ده اكيد امبارح يعني اول امبارح. ويعني حاجه جيده ما بعد جدا كورونا ده. الذهب كمان يعني قيمته فيه، وغير الاكسسوار وغير الذهب الصيني، لان الذهب يعني اللي قيمته فيه يعني قيمته فيه، فبيبيعه بيسترد تاني فلوسه وبزياده على اغلب الظن. لان احنا برضو عندنا مشاكل قويه جدا في الولايات المتحده الامريكيه، اعلى نسبه تضخم منذ 20 سنه. وما ننساش ان الفيدرال الامريكي حتى الان لم يستطع رفع الفائده، بالرغم من وعد انه هيرفعها كذا مره. فده بيؤدي للضغط على المعدن الذهب بقوه جدا، فبالعكس ننتظر مزيد من الارتفاع. انا ما بننصح الناس تشتري، بالعكس بننصح الناس بفائده جيده جدا للناس. واللي اشترى ذهب من اي فتره هو ما زالش منه اطلاقا. بشكرك جدا دكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشؤون صناعه الذهب، وربنا يبارك للناس طبعا في ذهبها وفلوسها ويقدروا يستثمروا بشكل كويس. واحنا بنحاول كمان اننا طبعا هنحاول ان احنا نساعدهم في ده، ودايما نقول لهم النصيحه من القائمين على الامر. ومشاهدينا قبل ما اقول لكم تصبحوا على خير، بكره بفكركم انه حلقه المطبخ الحلوه الجميله اللي بنتنفس كلنا فيها، وهستنى على الصفحه ابعتوا لي عايزين تاكلوا ايه وتسمعوا ايه، اغاني الحلوه اللي عايزين تسمعوها. مشاهدينا وصلنا لاخر حلقتنا، واقول لكم تصبحوا على خير واشوفكم بكره في حلقه جديده من 90 دقيقه.